برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أقيم حفل ختام جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب 24 ساعة الذي نظمته صحيفة الوطن البحرينية بشراكة مع المكتب الإعلامي لسموه في شهر مارس من العام الحالي، والذي شهد مشاركة 42 روائيا يمثلون الشباب من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يأتي إطلاق هذه الجائزة ضمن مبادرات خالد بن حمد الهادفة لدعم الشباب في مجال الإبداع الثقافي. ولدى وصول سموه لموقع الحدث كان في استقبال سموه وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة سعادة السفير عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ ورئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية السيد يوسف بن خليل. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي بدأت في الاهتمام بالمجال الثقافي في جميع الحقول من خلال الخطوات الرائدة في تعزيز الحركة الثقافية في المجتمع ودفع وتشجيع الشباب البحريني للتحليق في سماء الفكر وفضاءات الثقافة لإثراء هذه الحركة وسط مناخ حر ومنفتح، حيث ساهم ذلك في ظهور رواد قدموا الكثير من الأعمال التي ساهمت في الترويج للبحرين كدولة حضارية. وقال سموه: إن الحركة الثقافية في البحرين شهدت تطورا ملحوظا في العهد الزاهر لسيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، الذي أولى اهتماما كبيرا بالنهوض بهذا المجال عبر النهج الراسخ لجلالته حفظه الله في مواصلة تعزيز الجهود الرامية للاهتمام بتنشيط الحركة الثقافية واحتضان أصحاب الفكر والثقافة والأدب وتوفير البيئة الملائمة لهم ليكونوا قادرين على الإبداع. وواصل سموه قائلا: إن دعم الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ومساندة سمو ولي العهد كان له أثر بارز في توفير البيئة المناخية الملائمة للمفكرين والمثقفين وبخاصة من الشباب لتشجيعهم على الانطلاق نحو إبداع فكري ثقافي. وأضاف سموه: إن مبادرتنا بإطلاق هذه الجائزة تأتي في إطار جهودنا المستمرة لدعم الشباب من مملكة البحرين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على صعيد كتابة الرواية التي تعتبر وجها من أوجه الثقافة والتي نهدف من خلالها لتكوين أجيال من الشباب قادرين على إثراء الحركة الثقافية في المنطقة. وأعرب سموه عن الفخر بالطاقات الشبابية البحرينية والخليجية التي شاركت في هذه الجائزة والتي برهنت على امتلاكها لقدرات ثقافية أدبية كبيرة ترجمها هذا التحدي الذي وصل عدد الكلمات فيه إلى حوالي نصف مليون كلمة، مؤكدا سموه أن الجائزة خلقت أجواء من الحماس والمنافسة بين المشاركين والتي ساهمت بدورها في تحقيق الأهداف المرسومة لتعزيز كتابة الأدب في مجتمعاتنا في دول المنطقة، موضحا سموه أن الجائزة جسدت مساحة حقيقية للشباب المبدع الذي يمتلك الموهبة في كتابة الروايات لتقديم المخزون الأدبي والثقافي وإنتاج روايات تحمل في طياتها سلاسل من أفكار ممزوجة بالخيال والمعرفة والثقافة. هذا وحصد المركز الأول بالجائزة الروائية البحرينية جمان القصاب عن رواية الوحوش لا تموت، فيما حصل على المركز الثاني الروائية السعودية نجود الخلاقي عن رواية أزرق ينكمش وينكمش، وجاء في المركز الثالث الروائي البحريني عبد الله فؤاد عن رواية لست من هذا العالم. وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة جميع الفائزين متمنيا سموه لهم المزيد من الإبداع والنجاح في مجال الثقافة والأدب.